اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل، ونحن نتواجد في جرش الثقافه والفنون والابداع في دورتها 37 حقيقه المشاهد المبهجه المفرحه من خلال تواجدنا في هذا المكان. وكما تلاحظون وتشاهدون بدايه هذه الحلقه ونحن نطل على كل مناطق جرش وهذا المهرجان ونستمع الى هذه الاصوات وهذه الاغاني التي تعبر عن الموروث الاردني الحقيقي. فخلوني ارحب بزملائي اللي راح يرافقوني على مدار الوقت القادم من أردن النشامة ومن مهرجان جرش. مساء الخير عليكم، منورين اليوم. مساء الخير يا أحمد. طبعا مشاهدينا أحمد بيسألني، إحنا عم نسمع لهجين الأردني فبيسألوني فريق بيت للكل، طبعا الأستاذ خالد عارف إنه إيش هذا النوع من الغناء، فأنا بحكي لأحمد هو لهجاني فبيرحبوا فيه بالضيف مع المحلين. والله فهيك والنعم وثلاثة، فأهلا وسهلا فيكم، وهذا هو الأردن، أردن بيت للكل يعني إن شاء الله. أكيد الحقيقة لنا، أنا سعيدة جدا بالشرح اللي بتقدميه لنا ده، لكن كمان عارفين سعادتي إيه؟ سعادتي وإحنا موجودين في هذا المكان الأثري، بحس كده إنه كم الحضارة اللي عدت بين العمدان والحجر والبيوت المشرفة، البيوت دي مشرفة على التاريخ. يعني أكيد يعني دايما أنا أحس إنه قصص البيوت كمان مليانة تاريخ. فالحقيقة سعيدة جدا بأن احنا موجودين مع بيت للكل عشان ننقل لكل مشاهدينا بأن دولنا العربية مش بس غنية بأنها دول عربية، هي غنية بما تحوي من تاريخ وحضارة. انت بتحكي عن المكان شافكي، بتذكر أنه هنا شدت فيروز وهنا شدهان شاكر وكاظم الساهر وكبار جورج وسوف، مجد الرومي، كبار عشان انا بحب مجد الرومي، مجد الرومي طبعا، كل هذا كل صحيح. نجوم الوطن، كبار النجوم العرب شدوا هنا وكانت هذه قبلتهم وكان هذا المسرح مقصدهم. احنا بعيدين امتار قليله، في كل الاحوال من هنا ابتدا هذا السيل المتدفق منذ 40 عام والمتواصل ابداع وفن وثقافه حتى يومنا الحاضر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بيت للكل. بالتأكيد يا أستاذ خالد، حقيقة الصور اللي رسمت لنا إياها في هذه الحلقة من صور المطربين الذين اعتلت أقدامهم منصة مسرح جرش ووصلت أصواتهم وصدحت إلى كل البلدان العربية. ما زلنا في هذا المهرجان الجميل، راح تكون البداية نستمع إلى ونشاهد إلى تقرير مميز عن جرش وبعدها نكون متواصلين. في مدينة الألف عمود من حضارة الديكابوليس، حيث تمتزج الحضارات الرومانية واليونانية مع التقاليد الشرقية، إذ عاصرت جرش عدداً من العصور بدءاً من مرحلة الإنشاء في العصر اليوناني وانتقالاً إلى الكنعاني ثم الحكم الروماني عام 350 ميلادية، ومع مجيء عام 635 ميلادية عاشت المنطقة في ظل الحكم الإسلامي بعد أن فتحتها الجيوش الإسلامية بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وصولاً إلى عهد المملكة الأردنية الهاشمية. وعند الحديث عن آثار جرش فإن المسرح الجنوبي هو أول ما يتبادر إلى الذهن، فقد تم بناؤه في القرن الأول الميلادي ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 6000 متفرج. وما تركتك لو تجري الدنيا، ما تركتك ما دامت عيني تشوفي، ما تركتك لو تجري الدنيا صفوفي، ما تركتك ما دامت عيني تشوفي. وهو عبارة عن مدرجات وساحة أوركسترا، كما تم تصميم هذا المسرح بطريقة هندسية فريدة تسمح أن يصل الصوت لجميع أرجائه، مما يدل على تطور التقنيات المعمارية لدى الرومان. ولا يزال هذا المسرح العريق يستخدم حتى الآن لإقامة المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، وأشهرها مهرجان جرش، إذ يعتبر المدرج الجنوبي نقطة البداية والعلامة الفارقة في تاريخ العديد من نجوم الفن العربي، كما يعتبر حلماً لكل فنان جديد يبتغي الشهرة في طريقه الفني، بدءاً من سلاطين الطرب من الجيل القديم إلى مطربين الجيل الحديث. ولا شك بأن تجربة المدرج الجنوبي ستظل عالقة وخاصة في أذهان ضيوف جرش، حيث دائماً يكون الواقع مطابقاً للتوقعات وأكثر. المدرج الثاني يقع في أقصى شمالها ويستوعب 1600 شخص، وأمام المسرح ساحة ذات أعمدة مع درج يؤدي إلى المدخل، ثم تجد سبيل الحوريات
ويتكون من طابقين كل منهما على شكل نصف دائري، وقد تم تصميمه بحيث تصل إليه المياه من بركتين تقعان شمال المدينة بواسطة أقنية خاصة، بالإضافة إلى الكاتدرائية والساحة البيضاوية، وهي ساحة واسعة محاطة بممر عريض وأعمدة ملفتة، يتوسط الساحة مذبحان، وقد تمت إضافة نافورة في القرن السابع الميلادي، كما تضم الساحة عموداً وسطياً تم تشييده مؤخراً ليحمل شعلة مهرجان جرش. جرش تستضيف كل عام مهرجان جرش للثقافة والفنون، وهو مهرجان ثقافي عام تمتزج به الثقافة بالتاريخ، ويمتاز بالعروض الفلكلورية الراقصة التي تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والشعرية والعروض المسرحية والأوبرا، كما يقام على هامشه معرض ضخم للمصنوعات والمشغولات اليدوية والحرفية التقليدية. أعزائنا المشاهدين، حقيقة ونحن نحتفي بمهرجان جرش وهذا العرس الكبير الذي يجمع الأشقاء العرب في جميع الميادين الثقافية والإبداعية، يبدأ مهرجان جرش بأوبريت كان حقيقة صورة مشرقة للأردن، دائما أردن النشامة التي تبدع وتنتج وتعطي النتاجات المهمة على جميع الأصعدة. ورجعنا لكم مشاهدينا حتى نتعرف على اثنين من صناع هذا الأوبريت الشمولي إن استطعنا أن نقول. هذا الأوبريت الذي يحمل اسم عظيم جدا هو نهر الذهب، فاسمحوا لنا أن نرحب بضيوفنا الكرام صناع هذا الأوبريت، الأستاذ مفلح العدوان الكاتب والروائي ومؤلف هذا العمل، ست لينا التل طبعا أستاذتنا جميعا، أهلا وسهلا فيكي وحضرتك ست لينا، طبعا مديرة المركز الوطني للفنون الأدائية، وأيضا ألفتي يعني في كثير من أعمال هذا الأوبريت، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا، أرحب بحضراتكم ونرحب بكم في برنامج بيت للكل. الحقيقة مع الافتتاح كان شيء مبهر وجميل، والاسم نفسه جميل. احنا عندنا حاجتين بنتكلم فيهم، شعار المهرجان يستمر الفرح، وأيضا الاسم الرائع للذهب، يعني ما هي القيمة، والذهب هو أعلى القيم بالنسبة لنا. خليني أبدأ من يعني حيث الكلمة، فخليني أبدأ من أستاذ مفلح، لماذا اختيار هذا الاسم للأوبريت الخاص بالافتتاح نهر الذهب؟ أولا أنا سعيد بوجودي بينكم في هذا البيت الجميل، البيت العربي اللي دائما بكون فيه التآلف والمحبة، واعتقادي أنه خيمة الثقافة وخيمة الفن هي الرابط الأجمل عربيا وإنسانيا. أوبريت نهر الذهب، الاسم لم يأتي من فراغ، الاسم كان فيه حفر بالتاريخ وبالثقافة وبالتراث وذاكرة المكان والإنسان في جرش. جرش مرت بعدة تسميات، الاسم السامي الأقدم لها جيرشو، الاسم الإغريقي والريماني جراسيا، ولكن هناك اسم سابق على الروماني هو المدينة كانت تسمى أنطاكيا الواقعة على نهر الذهب. تمام. فالاسم هذا له تداعيات تاريخية، أحد أسماء مسميات المدينة. أما لماذا نهر الذهب؟ يعني هنا لماذا الذهب؟ حضرتك هنا وظفت أو حاولت تختار اسم يعني له مغزى تاريخي. له مغزى تاريخي، وله هذا المغزى التاريخي في أعماق العصور القديمة له أيضا استمرارية. نهر الذهب هذا وادي جرش الآن سماه. وادي جرش هذا كان وما زال مشهورا بالمزروعات بالأشجار، وأكثر شجرة مشهورة في هذه المنطقة وفي المناطق المحيطة اللي هي شجرة الزيتون. فهو تسمية الذهب هي من انسياب الزيت عند عصر في الزيتون، وهذا النهر الزيت، وهناك بجانبه طواحيل الماء، فهذا مرتبط بثيمة الزيت، القيمة التاريخية المباركة المقدسة الأسطورية، وقيمة الماء أيضا الذي فيها الحياة وفيها النماء وفيها العطاء وفيها استمرارية الحياة أيضا. استاذة لينا، يعني وأنت صممت الرقصات الأدائية؟ لا أنا ما صممت الرقصات، رانيا قمحاوي مصممة الرقصات واللوحات الاستعراضية، أنا كان دوري الإخراج والدراماتورجي إخراج الأوبريت. إخراج العمل. طيب أنا سؤالي، الأوبريت أقرب منه، هو أقرب إلى النشيد منه إلى الغناء الاستعراضي أو إلى
إلى كل ما ينزوي تحت لواء الغناء وأقرب للنشيد. النشيد له علاقة بتاريخ الشعوب، بثقافتها، بموروثها، بكل تفاصيل حياتها. وأنت يعني في طور إخراج العمل، كيف وأمت ما بين لقطات، ما بين والكلام الذي تضمنه هذا النص الجميل؟ نعم، شكراً أستاذ. أنا كمان سعيدة جداً بوجودي معكم، وأهلا وسهلا فيكم في بلدكم الثاني زي ما بنقول عادة في الأردن. الحقيقة إحنا لما بدأنا العمل على تجسيد فكرة لها علاقة بتاريخ هذا المكان بالتحديد جرش، وأيضا التأثير هذا المكان على الآخرين من خلال الجرش كمهد للحضارات، وزي ما تفضل الأستاذ مفلح بداية من الإغريق إلى الرومان إلى الأنباط، إحنا أيضا أظهرنا دور الأنباط العرب اللي أسسوا وبنوا حضارة كبيرة في البترا، امتدت إلى مدائن صالح وإلى تركيا. فهذا الزخم التاريخي العظيم لهذه المدينة أردنا أن نظهره بطريقة إبداعية جميلة سلسة يستقبلها الجمهور بشغف ويستقبلها بمتعة. فجاءت هذه التوليفة بين الشعر وبين الغناء والأداء المسرحي أيضا والتعبير بالرقص عن هذه الحقب بأسلوب إبداعي. يعني الأستاذ مفلح أبدع باختزال هذه الحقب التاريخية، وإحنا يعني اشتغلنا موسيقيا مع الأستاذ طلال أبو الراغب بحيث أنها تكون الموسيقى أيضا تعكس الفترة الزمنية. لما بنحكي عن فترة الإغريق أو ما قبل ذلك أيام زيوس وأرتمس وهذه الشخصيات الأسطورية تحتاج إلى موسيقى من نوع معين، ومن ثم دخلنا في جرش الآن من خلال الزيتون والزراعة، لأنه الزراعة من أهم الأشياء التي تؤدي إلى التطور. الزراعة والاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي يعني اللي هو مشكلة بنعاني منها الآن شيء أساسي. فلما كان في ازدهار بالزراعة في هذه المنطقة صار في ازدهار بالتجارة، ومن ثم دخلنا في الحقبة الرومان اللي هي أرابيو شو اسمه هدريان، ودخلنا بعدين في العصر الأندلسي والإسلامي وإلى آخره. فحبينا نظهر موضوع الزراعة والإنسان في هذا المكان، وعملياً أيضاً وظفت هذه الجغرافيا الثقافية بما يمنح النص هذا البعد الذي تشتهر. نعم، وكمان أيضاً إنه جرش كانت منذ قدم الزمن تحتفي بالفنون دائماً في هذه المسارح، وهذا استمر في العصر البيزنطي واستمر في العصر الإسلامي أيام شرحبيل بن حسنة، صح بحكي الاسم؟ يعني واللي هو كان مزامل للعصر الأندلسي. فإحنا كشعب أردني أن نحس ونعطي يعني نعطي هاي الرسالة لأبنائنا وبناتنا، وخصوصاً الجيل الجديد، إنه الفن هو كان جزء أساسي من حياتنا. يعني مين بنى هاي الآثار؟ الأردنيين العرب اللي كانوا موجودين. فهذا كان الهدف الأساسي. فاشتغلنا كفريق حقيقة، يعني أنا بعتز وبفتخر فيهم جميعاً، لأنه الأستاذ مفلح ورانيا قمحاوي ومهند نوافلة وطلال أبو الراغب، كلنا كان عنا نفس الشغف ونفس الفكر الإنساني والثقافي والفني الذي أردنا إيصاله. اليوم أتحدث عن إسقاطات كاتب النص. كتابة النص خطيرة جدا، خاصة من خلال إعادة وإحياء التراث والذكريات، وخاصة الأشياء الموثقة تاريخيا. اليوم كيف كتبت النص بطريقة ثانية؟ دورة 37 ممكن تكون هي 40، بس كورونا اللي بعدت هذا المهرجان لسنوات بسبب الوضع الصحي. لكن اليوم كيف ممكن أن نكتب نص يواكب التطور والتكنولوجيا والحداثة ويتعامل مع فكر أطفال وموسيقى ورقصات ويوثق حقب تاريخية حقيقية للأردن، نحاول أن الآخر أن يشخص بأن هذه الحقب هي حقب حقيقية بالنسبة للأردن، وأيضا نظهرها للآخر بشكلها الحقيقي؟ أوبريت نهر الذهب أولا يعني هو يحاكي المسرح الغنائي نوعا ما في جانب منه، يعني هذا اللي كان أول شيء اللي هو مبني على الأسطورة والتاريخ طبعا والدين في جانب منه، صحيح طيب. وهذه الثيمات الثلاث تحتاج إلى لغة خاصة فيها طبعا، لغة قريبة إلى لغة الشعر، اللغة الغنائية،
يعني هناك في هناك تقديس للكلمة فيه. ورعيت هذا عندي كتابتي للناس طبعا بمساعدة، احنا كنا فريق واحد يعني، كنا نكتب لوحة يكون هناك في حديث هناك في تعديل عليها، لان احيانا الكلمة عندما يتناولها الموسيقي مثل طلال المغرب يحس انه في هنا كلمة قد تكون حرف، ولهذا كان العمل الجماعي ضروري منه. انما بخصوص انه كيف استحضرنا هذا الإرث التاريخي وحكينا المكان وقدمناه بشكل يلائم الجيل الجديد، يلائم الشباب، لأن الشباب أحيانا قد لا يكون يعرف هذا التاريخ، صح، وليس الشباب غير المتخصصين في جزء من التاريخ لا يعرفوه. ولهذا عندما وجدت الأدوات الجاذبة لتقديم هذا التاريخ كان المنجز، لأنه جرش أنا بعتبرها هي مدينة ثقافية بامتياز حقيقة، وهي قريبة من جدارة، جدارة أم قيس القريبة. جدارة كانت مدينة العلماء والشعراء، كان فيها أرابيوس اللي استثمرناه في أيها المار من هنا مثل ما كنت الآن ها أنا. وهذا يتحدث حول نقش، نتحدث عن إحياء النقوش لتقديمها بشكل مناسب. كل فترة لها تاريخ الخاص فيها، أيضا لها ثقافتها الخاصة فيها، ولها لغتها الخاصة فيها، لها موسيقاها الخاصة فيها اللي تحدثنا فيها. ولهذا كانت اللوحات مدروسة بكل هذه النواحي وتقدم، لاحظوا ان الشاشتين طبعاً. هذه تحاكي الواقع، بينما المسرح في جانب منه يحاكي التاريخ، في جانب اخر يحاكي الحياه. فانت امام ثلاث مستويات للمسرح تتحدث حول جزء منه في خيال، جزء منه في واقع، جزء منه في حياه معيشه. دهشه ومتعه بالاضافه الى النصوص التاريخيه الموثقه عند المتلقي تكون بيها بالتأكيد يعني. والتاريخ يعني ثري ومحفز في كلها يعني. عندما تحدثنا الآن انتقلنا من فترة البيزنطيين، دخلنا إلى الفترة المسيحية ثم إلى الفترة الإسلامية، كيف نريد أن نقدم شرحبيل بن حسنة وهو فاتح الأردن وفلسطين وكل بلاد الشام؟ دخلنا هنا إلى بلاد الشام، تحولت الموسيقى من الموسيقى البيزنطية أو التراتيل إلى موسيقى أقرب إلى الموشحات، يعني اقرب الى روحنا، روح العصر اللي بتحدث فيه. بعدين للدبكه، ولهذا وحتى الدبكه احنا دخلنا فيها اسطوره. الدبكه عندما كانوا قديما يعني يخبط بقدمه على الارض كانه ينادي احد الالهه القدماء، اله المطر، انه غاب ويريدون ان يستجلبوه. ولهذا كان في البدايه ايها الغائب أيها المحتجب، عندما قرع طبول بالأقدام نحن نستدعي هذا المحتجب حتى يأتي الغيث. ولهذا دخلنا في الأسطورة القديمة، أسطورة زيوس وإسلام زيوس، ولكن أكملنا هذا السطر الأخير من هذا الاستحضار بالغيثية وهو تراث شعبي. جميع الأسماء المشتركة في عمل وصنع هذا الأوبريت هي أسماء أردنية عظيمة، يعني احنا راح نمر على طلال ابو الراغب زميلنا وصديقنا اللي احنا بنعتز فيه يعني، ونحكي عن صنع الموسيقى وكيف توظيفها، ورانيا قمحاوي واسماء اردنيه عظيمه جدا، قمر بدوان نعم يعني دور جراسيا وارتمس بنفس الوقت لبس يعني تاريخي رائع، كان لا ابى هذا النهر ستلينا الا ان يمر على قلوبنا. فكان جزء من هذا الاوبريت فلسطين، ونتحدث عن فرقه القدس، مظبوط؟ يعني شو نتحدث عن دور هذه الفرقة داخل هذه الأوبريت، شو الدور اللي وظفته يعني؟ دور رائع حقيقة. إحنا زي ما بتعرفوا كان في حوالي 100 مشارك ومشاركة، فكان لازم إنه نعطي الفرصة لفنانين من الأردن، ليس فقط في فنون الرقص وإنما أيضا في التمثيل، فكان عندنا أيضا مجموعة. زي ما بتعرفوا احنا عندنا فرقة مسك لفنون الرقص، فرقة محترفة، وايضا طلبت مدرسة الباليه في المركز اللي دربتهم واسستهم رانيا قمحاوي، فكنا بحاجة لفرق فنون شعبية اكثر، ففرقة القدس انضموا الينا، وبشكرهم على يعني الحماس اللي كانوا فيه والالتزام في التدريبات. وايضا في فرقة مجدل كمان، فرقة مجدل في الاردن هي فرقة تختص بالفنون الشعبية الفلسطينية وبتقدم ايضا فنون شعبية اردنية. وكمان كان في فرقة رهبات الوردية، فكان في يعني اربع مجموعات اضيفوا لفرقة مسك.
وهذا التجانس وهذا التآلف بين الفنانين المحترفين وغير المحترفين كان جزء من العرض. يعني زي ما لاحظتوا كان في أطفال كمان طبعاً. في العرض. فإحنا بالأردن شعب فتي، يعني 70% من الشعب الأردني تحت سن 40، يعني ختيارة بالنسبة لك. فدائما يعني سياسة الدولة هي أصلاً، ويعني وجلالة الملك عبد الله دائماً يدعو إلى إشراك الشباب وهيك، فكانت في يعني إشراك أطفال وشباب لسه مش محترفين كان جزء من يعني هدفنا. جزء مهم. في جزء. طيب هنا أنا سؤالي علشان ما تغيبش هذه الجزء، وبرضو بالتالي أستاذ مفلح، يعني مشاركة شباب وأطفال أجيال لا تعرف شيء عما ذكره أستاذ مفلح تماماً، وربما لم تقرأ. يعني أحياناً، ودي مشكلتنا بأطفالنا العرب، يعيشوا في أماكن مليئة بالحضارة. يعني أنا وحضراتكم بتتكلموا عيني كده بتاخد المكان، ذكرنا يعني حضارات مرت من هنا، والشباب مش بالضرورة عارفين قيمة الأراضي دي. إزاي بتقدري توصل لهم الحركة، توصل لهم الإحساس؟ لأنه حضراتكم عملتوا موسيقى لهذه الفترات في إحساس مختلف، هي بعيدة كل البعد عن حياتهم اليومية. إزاي كانت السيطرة وإديهم الإحساس بأن إحنا يعني بنقدم عصور مختلفة؟ هم كانوا فخورين إنهم ما كانوا يعرفوا، فكنا دائما نشرح لهم كل لوحة معناها ولماذا أتت، وكانوا يستغربوا إنه في كل هالزخم وهالتراث القديم الممتد، يعني لم يتوقف تتوقف الحياة والتطور في هاي المنطقة. صحيح. إلى عصرنا هذا وفي عصر الهاشميين والتقدم إلى آخره. فالأطفال اللي شفتوهم هسا قولوا لهم إيش المسرحية بيحكوا لكم كل شيء، وحافظين كل هنا بقى في الكلمات الرائعة اللي يعني كتبها كان مفلح. كان في دور لأستاذ مفلح في إنه يبقى برضو بيشرح للأطفال، ولا ده كان قائم على توجيه الإخراج والرقصات يعني الأستاذ مفلح حلكناه ونحن هو بيشتغل وبيعطي الكلمة جزء من الرسالة. الكلام رائع، يعني الكلمات إذا بترجعوا للعمل الفني وبتسمعوا الكلمات رائعة مبسطة لكن فيها بلاغة، استطاعوا أن يفهموها المشاركين، وأيضاً اللي شاهدوه على التلفزيون الأردني البث المباشر أيضاً حسوا بقيمته. بس اللي تفضلتي فيه كتير مهم، ست شفكي، واسمك اسمي صعب شوي، تاريخي برضه، تاريخي علاقة بالورد، قلتي انت وردة، تاريخي قديم. الفن هو أحسن وسيلة للتعلم، أحسن وسيلة لنقل المعرفة، خاصة المسرح الأدائي كتير ونقل القيم، المعرفة والقيم عن طريق الفن تصل بشكل أسلس وبشكل مقنع أكثر من المحاضرات. إحنا تجربتنا بتعرف لان الدكتورة لانا من 30 سنة بنشتغل باستخدام المسرح التفاعلي لطرح قضايا وإشراك الجمهور في حل الإشكالية. أعمالنا الفنية دائما لها قيمة معنوية في الإنتاج وتعليم الأطفال. على فكرة جيل ناشئ أردني كبير تعلم من خلال هذا المسرح. أنا بدي أحكي لك سلينا في يعني مقاطعة، أنا كانت بداية عملي الإعلام لسه على أول الدرب، يعني ألف بالإعلام يا دوب عارفه. جيت لعندكم على المركز وكم كان عمل مذهل جدا. شفتي على المسرح ولا مهرجان جرش لم يعد للترفيه وللتسلية، بات يعني مصدر رئيسي للإنتاج الثقافي. كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الحياة الثقافية في الأردن على نحو خاص؟ وحكت قبل قليل أختنا لينا عن إنه ضرورة توظيف الفن في التعليم، وهذا شيء جميل جدا، وهذه خطوة متقدمة نحو الارتقاء بمستوى الوعي الأطفال، لأنهم هم عماد المستقبل. يعني مهرجان جرش من مسمى هو مهرجان جرش للثقافة والفنون. تمام. وعندما نتحدث ومهرجان جرش ليس مختص في جرش، يعني الآن إحنا موجودين في مدينة جرش، ولكن في أمسيات شعرية موجودة في المركز الثقافي الملكي في عمان، وفي مأدبة وفي الزرقاء، وفي يعني في هناك احتفالية خاصة مثلاً لمهرجان جرش راح تكون في السلط يوم الأحد لاحتفاء بمئوية مدرسة السلط الثانوية. عظيم. وهذه المدرسة كانت موجودة قبل ولكن دشنت
ايام الملك عبد الله الاول. احتفال بمدرسه عمرها 100 عام لنا ما نفخر فيه في مجال التربيه. نعم. طبعا وهي خرجت الكثير من رؤساء الوزراء والوزراء ورؤساء اعمال الاحزاب والنقابيين والوزراء، يعني قيادات كثيره في الاردن كانت من هذه المدرسه ولا تحتفظ. ولهذا انا باعتقادي ان مهرجان جرش ومهرجان الوطن يتعدى الوطن عندما يتحدث حول الادوات وحول التقديم وحول الرسائل الى ان يكون له ان يكون مهرجان كل عربي، مهرجان عربي تعدى حدود الوطن وصل، ومن ثم هو مهرجان دولي ايضا، هناك في فرق دوليه فرق عالميه عربي وعالمي. ولهذا المهرجان المكان له سحره، ولكن المكان قائم على رساله. صح. بدأ في بدايه الثمانينات مهرجان جرس تم تاسيسه داخل أروقة جامعة يرموك مثلاً. طبعاً. في البداية، ومن ثم تم تطور هذا المهرجان إلى أن أصبح ما هو عليه الآن. هذا الشكل أستاذة لينا اللي تحدثون بحضراتكم عن مهرجان جرش، ونحن كعرب نعرف القيمة العليا لمهرجان جرش، حتى لمستوى المشاركات بالنسبة لبلداننا، الذي يشارك في مهرجان جرش تكون له بصمة عربية، وأيضاً يكون في الصف الأول من النخبة. في بعض الأحيان هو سؤال مشترك، يكون هناك قصور لدى الكاتب ولدى المخرج ولدى المؤلف ولدى المسرحي بنصدر الأوبريتات الخاصة التي تحاكي الشعوب، كما يقولون أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا، نستخدمها فقط في مهرجاناتنا في حين نحتاج تغذية أفكار الطفل والشعوب والمجتمعات والتخلص من بعض الأزمات التي تمر بها البلدان عن طريق أغنية، عن طريق أوبريت، عن طريق مسرحية بسيطة تحاكي وتكون أسهل من أن يكون خطاب سياسي. شوف الدول التي تحتفي بالفنون وبتعطيها أولوية هي الدول المتقدمة. اسمحي لي بسبب اللي اسمحي لي بس تلينا لأنه يمكن الصوت ينقل الحدث اللي في فرقة من أحد الفرق التراثية موجودة تحت في الساحة بتغني، فممكن ده يبقى مسموع في الصوت. هذا لهجاني الأردني. لهجاني الأردني. فشوفي يعني التنوع، هي بتتكلم عن التاريخ والحضارة والأصول والفرقة موجودة كمان. هذه الموروثات اللي رائعين. تفضل. فكنت عم بحكي إنه ضروري يصير في تأسيس لفرق موسيقية وفرق مسرحية والشعوب المتقدمة التي تفكر بفنون، لأنه بتعطيها أولوية. إحنا يعني في اهتمام من الدولة أكيد، ولذلك في مهرجان جرش، لكن من أجل الاستمرارية زي ما تفضلت تكون الثقافة والفنون في متناول الجميع، لازم يكون في مؤسسة للدعم عن طريق Arts Councils، مجلس فني، فند، هدول مراكز ثقافية للدعم، صندوق لدعم الثقافة، حتى يكون في استمرارية. يعني أنا بعرف إنه لأنه بنشتغل كتير مع فنانين من الدول العربية، في معاناة باستقطاب التمويل من أجل إنه يكون العمل الفني مستمر على مدى العام، وهي حلها بسيط، هي بس صناديق لدعم الثقافة، يعني يكون فيها تنافسية حتى أنت كمان تضمن إنه العمل السوي المحترم القوي الذي يحاكي الجمهور ويكون مستوى عالي يبقى. إنه الفن صعب، يعني الفن مش زي أي مهنة تانية، إذا ما كان فيها تميز وإتقان وجمال لا يمكن أن تستمر. فإحنا بنطمح إلى هذا الدعم، وبنطمح أيضا للتشارك. إحنا كتير بنشتغل مع فرق من أوروبا ومن الولايات المتحدة، لأنه دولهم بتخصص فنز وأموال لهذا التشارك، أعمال مشتركة. إحنا العرب لازم يكون في عنا هذا التوجه، أن نقدم أعمال مشتركة فيها التونسي والمصري والأردني والعراقي والفلسطيني والسوداني واليمني. قليل جداً تجدوا أعمال مشتركة، مع أنه إحنا نشترك بنفس اللغة حقيقة، يعني كلنا بنفهم على بعض، يمكن لهجاتنا متنوعة وجميلة، لكن عندنا لغة العربية الفصحى، ومع ذلك ما في هذا التآلف والتشارك الذي نطمح أن يكون أقوى حتى يكون مؤثر أكثر. مش فقط في العالم العربي، أيضا نأخذ رسالتنا للغرب، لأنه صورتنا مشوهة إلى حد ما. والفن هو اللي له دور لإصلاحها، الفن هو السفير الجمالية. تجارب لافتة صراحة
أحياناً قد تكون قليلة لتقديم الفن وعلى المستوى العربي. نتذكر لما نتحدث عن مثلاً بيترا في بيترا إن حكت نعم. ممثلت وأديت أردنياً، ولكن هناك مسرحية بيترا اللي قبل ذلك الرحابنة قدموها وقدموها بشكل لافت وصدرنا هذه على الأقل في جزء منها بيترا. الأردن سعيد عاقل مثلاً كان في هناك قصيدة مهمة أردن وأرض العز أكيد. فأنت بتتحدث في حضور يعني صراحة، ولكن مثل ما حكيت لنا فيه يعني يجب أن يكون هناك بسيطة. توجه أكثر والتركيز أكثر لهذه اللحمة وهذا التآلف والتقديم بمشاريع مشتركة مثل جلستنا الآن. يعني هذا مشروع مشترك يعني طبعاً أكيد. هو يعني المسرحية الوقت معكم الحقيقة جميل جداً، وكنا نتمنى أن احنا نتكلم بس أنتم عارفين المسارح هتبدأ بعد قليل والفعاليات. احنا بنشكركم يعني على هذه الجلسة الطيبة وعلى إبداعكم وعلى أن أنتم قدرتوا تقدموا هذه الصورة الرائعة لجرش 2023 الدورة 37 بعنوان نهر الذهب. فبنشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا. نورتونا. شكرا لكم. شكرا لإدارة جرش. بحب أشكر الأستاذ أيمن سماوي ومعالي الأستاذة هيفا نجار على ثقتهم واهتمامهم، وكل الفنانين اللي شاركوا لازم يحطوا أسميهم بنهاية البرنامج. والله شكلنا أنتوا أسماء إحنا بنفتخر فيكم لأنه وصلت أسماءهم للعالمية في أعمال يعني ومؤلفات وروايات، وشكلنا يعني خرجت أجيال. فإن شاء الله إذا مشاهدينا من خلال هذه الحلقة وصلنا لكم بأنه هذا المكان الرائع مليء وهو نهر عظيم جدا، نهر الذهب. فبنشكر طبعا ضيوفنا الكرام الأستاذ مفلح العدوان وهو مؤلف هذا العمل وراء الأوبريت الكبير، والست لينا التل طبعا وهي مخرجة هذا العمل. أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية. أجمل تحية لكم مشاهدينا من بيت للكل من مهرجان جرش. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة الأسبوع المقبل، أجمل تحية لكم وإلى اللقاء.